أهلين، هذه ساندي يوم الأحد، حياكم حسابي تشانل مهمية اسمها منو، حياكم أهلا وسهلا، ما عليه سود السعادة عشان خسينا سحور في مطبخ. So, أنا يوم الأحد أنا مسوي مقطع عشان شو سويت اليوم، لأنه أنا كل شيء أصور في سناب شات وإنستغرام ستوري، أحسن سناب في why not في يوتيوب. So, إن شاء الله راح بسوي في يوتيوب أني اليوم شو سويت يوم الأحد. اليوم إن شاء الله بنظف خرفتي عشان أمس أنظف في دولاب كله ملابس ترتيب شيل أكياس، وبعدين راح أنظف خرفتي، وبعدين روح جيم لأن ما راح أجي جيم في أسبوع ون ويك أمزت، سأروح جيم وبعدين أشيل الأكل في السوبر ماركت. بعدين إيش بعد أمنعك شو بسوي رح هناك اليوم. أوكي Let's go. قبل شوي أنا نظف في خصم عيني في مطبخ. شوف في صوت إزعاج. جو حلو بس ما في شمس بس بوكي. جو ما بوكي شوف. واو جو حوا مرة حوا. غرفتي مليانة حوسة شيء مو طبيعي مرة كثير لازم بساعتين ممكن تساعدوني. جاهزة بوريكم لا تحقب علي. هذا الله أبستاف كذي أشياء كثيرة. ما خرفت دولاب نظيفة ترتيب أحسن من أول. شو ما في أرغاض هنا في أرغاض هنا ما في أرغاض عشان كذا ترت أحاول الأشياء أنا ما استعمل أرميها اللي استعمل أحطه يعني أرتب يكون مكان. السماعة ما في السماعة واحد بس السماعة ثاني أكستر يعني تسمى بزيادة أنا ما أحتاج تسمى بزيادة مع السهاج أطفال. أوكي بنظف البيت. أوكي صدام الجدار غلط مع عشان أكياس زبالة بوم. الحمد لله نظف البيت أحسن من أول. مو نظف البيت كسر خرفتي شيل هذا المخدة شوي أحسن بس باقي كراتين بشيله. بعدين أمسو تاير باكل أروح الجيم بعدين سوبر ماركت. بسم الله عندي باقي خضار شوية خلي أخلص قبل أشي جديدة عشان بشتين يوم بس بخلص هذا. شوفوا الخضار مع المقتراض أقل بعد أشي بروتين قبل أروح الجيم. بروتين خليني أبروتين ناس اللي يقول خلاطة بعد الشوف عنه. ملعك ثاني ملعك ايش هذا بروتين. احنا جمعة كيف بكم احنا نسوق سيارة الى وين فيتنس جيم نجيب لكي أوت معي بروتين أخذ معي شنطة أخذ جاكيت عشان اليوم شوي برد لكن إذا جوا جيم أفوق جاكيت سهلة جوا أتخافي شوي اليوم حر مفتح شباك لكن سويت مرة الساعات عشان صور بالكاميرا تبغى تسمع الساعات أبي شفت في حوا واسمع هاني
طلعت من الجيم اليوم قعدت الساعة نص حفظ الحين روح السوبر ماركت اسمها ايش اسم سوبر ماركت جديد هذا سيء طازة كل شيء يعني كل شيء صنع في البيت نجرب عشان في جايوري فريم في اشياء كثير بدون حساسية الصحي عشان السباتي والحليب والجبن هذاك شوف اشتري هناك اليوم اوكي بصور مو اصور يعني روح هناك سوبر ماركت اليوم طلع في سوبر ماركت اليوم فجاه افتك اوفر برايس يعني سعر بزياده يعني ضرب واو اوكي شد اشياء بس بدون فواكه بدون خضار سو بروح سوبر ماركت ثاني يمكن تروتي جويز او انذر بشتري خضار او فواكه سو يا راسي جعني بس هي باكل موز وبروتين هذا موس بسم الله طعمه تمر طعمه شوكولاتة بس أوبا شوكولات ما تمر هلو ليش مو واضح اي واضح هذا نبني بيت اتري انا في كيف مفروض ما ادري بس لكن صراحه في نوع بيت في جيم في بدون في جيم سو ام نوت اوف شوب في يعني من بدايه خلاص فابل لا انا كبير ما ناكل عسل سو يعني من بدايه انا بديت في كجريان يعني نباتي يعني أكل حليب زبادة وجبن بديت ديسمبر يعني ما أكل لحم بعدين فجأة أنا تلقى عندي حساسية حليب زبادة وجبن كلمت دكتور عندي حساسية شفت سنفش أنا دائما راح متسفرت كثير عشان تختبر أيوة قالت عندي حساسية فجأة بعدين بسم الله بالشرف السود يمكن تطعان بعدين أنا وقف حليب زبادة وجبن يساعدني كثير وايد ما رحت حمام كثير ما دي بتعور ما تتعب نفسي عشان حليب الجبن لكن البيض ما عندي مشكلة لكن مشكلة 185 كريستال مرة عالي سو أنا أحاول أحيانا أكل ممكن يساعدني عشان أبعد عن البيض لأن كريستال مرة عالي 185 سو yeah that's it سو اثنين حليب نوعين نوع واحد صابون حق خصم عيد تيجي للكورد عشان بدون حساسية يعني ما في تعدس او ما في حكة عشان عندي نوع صابون حساسية وماذا؟ الشعر ما في حساسية عشان نبات so very juicy تخيل صابون في حساسية يجد؟ يجد so شد هذا بنجر بس سمعت اخوان يقول لا تشتري علباء كنز عشان مو زين الحديد صح لكن حمي حار يمكن يروح ساعة اشتري واحد عشان ابعد عن الليفر هذه مرة صح في اشياء مفيد مرة مفيد في اشياء كثير مرة مفيد بس بحب الله عشان يكون بارد هذا البسكوت مع الشوكولات مرة رخيص خير حبة بنانا زيت يعني $1 المحل عادية $5 $6 ممكن $1 هذا الشوربة الطماطم عشان لو أنا مستعجل أو نفسي تعبان أو ما حاب أشتغل كثير أسوي هذا يعني ما قلت لي أنت كندومي ما نكني هذا أدري مو زين بس يعني أحيانا sometimes بيري الموية بيري إكسبسيف يعني كشخة مو مرة كشخة لأنه محل حبة ثلاثة أو أربعة خمسة صغيرة قزحنا كني هذا بلاستيك so should help in a nice and store مرة حلو بجرب أشياء
لأنه شفتها في تيك توك سوى أفكار سوى مشروب بجرب يعني هذا ليمون هذا برتقال يجرب أشياء أحط لها عشان يقول طعم بايت. أخيرا أنا مرة مبسوط نفسي فكر في سناب شات قبل أسبوع أنا كنت أخيرا بوتر يعني كريم حق أكل كريم شوكولاتة لكن هذا اللوز حليب عشان عندي حساسية حليب وأخيرا هذا اللوز حليب سبانخ مرة أهم شيء سبانخ عشان توس بير أفوكادو سبانخ أو خلاطة بيستو مكرونة شيء مفيد كذا بطاطس الموز بطاطس الموز مرة أحبه خضار هذا حليب جوز هند مرة جنة طعم خيال ممكن أسوي كيكة أو شيء مرة مرة مفيد حتى أسوي الشعار حتى بشر وجه الماسك أبدًا مرة مفيد الطماطم كاسة الطماطم وهذا الرز حليب رز حليب هذا طماطم ليش شوية هذا بكره إيه بكره صح خيار واحد عشان نسوي سلطة أو مشروب بيتا خبز عربي مالي بابا يحب دائما ياكل هذا وهذا سبانخ تورتيلا هذا جوز هند شوكليت وهذا بترفلاي شوكليت نجرب اشياء جديدة بس كبيرة عشان اسوي خلاطة بروتين هذا معجون طماطم نوعين كريم عسل وكوفي شاي اخضر بعد شوي بشرب اخر الليل عشان هذا يساعدني انا اكثر هذا هو فقط يا يوم الاحد بسيط ما اروح اي مكان كثير بس ما عندي باليات بس اشتغل نفسي يا ذاتك لما تسك لحالك راح تفهم في حياتك لما تسك لحالك عندك ستانس معي عندك وقت كثير لك يا لازم اكل رياضه عشان تحتاج جزمة زيادات زيادة وزن مش بعد نظف بيتك طبعا عشان تشكل حالك عندك ما عندك خطامة أنا ما عندي خطامة I wish someday يمكن مستقبل yes no I know bad I wish someday يحطكم عندك خطامة yes إذا ما عندك خطام عندك وقت ساعة إلى ساعتين خربتك سوية بكرة أنا اثنين عندي شهور كثير لازم كله لأنه تامني حكي خلص لازم بس تامني مرة ثانية بعدي أسوي مواد مرة ثانية عشان أسناني يعني عندي مواد حق أسناني معملية إن شاء الله عشان تركيب وبعدين بكرة الاثنين عند صديقي ميلادي متأخر يعني مفروض إنه يوم الأحد عشان يوم عائلة وبكرة الاثنين يكون استقام مع بعض so yeah تماشوا مع أصحابنا لأنه هي وقت الصيف كاتشاب يوم السمر إجازة سويا هذا هو فقط شهدان اليوم شكرا على وقتكم شكرا على شهدان وشكرا على تماشي معي وقتي بي وقتي مع وقتكم وشكرا شكرا جميع حبكم شكرا ما شاء الله إذا عندك عينك ماشي موضة ثانية كلمني في أكتب كامل Love you guys. مع السلامة تصبح على خير. Good night. Love you. Bye.